في مصر في أحداث منذ بداية الانقلاب كنت أوثق الانتهاكات التي حدثت في مصر. يعني من قبل الانقلاب كنت أقوم بتوثيق الانتهاكات، وحصل أن حصل الانقلاب العسكري، فبدأت أن أذهب إلى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية، وكنت أرى الانتهاكات التي تتم قبل حدوث مجزرة رابعة العدوية والنهضة. كان هناك استخدام للرصاص الحي واستخدام للقنابل المسيلة للدموع وقتل عشوائي للمتظاهرين السلميين الذين لم يقوموا بأي شيء، هم فقط خرجوا للشوارع وقاموا بالاعتصام مطالبة بحقهم ورغبة في الدفاع عن اختيارهم في أن يكونوا دولة ديمقراطية يكون لهم حق الاختيار السليم. وحضرت في يوم رابع العدوية، كنت متواجدة، رأيت في ليلتها، نحن كنا دائما نتوقع أن يحدث الانقلاب العسكري، ولكن كانت هناك دائما بوادر، كان هناك شباب يقومون بالذهاب لرؤية إما كانت هناك السيارات الموجودة، المدرعات العسكرية وغيرها. في تلك الليلة لم نرى شيئا، لذلك أنا ذهبت إلى منزل بجانب ميدان رابعة العدوية، وعلى الساعة 6 صباحا رأيت المدرعات العسكرية بأعداد ضخمة تتجه إلى ميدان رابعة العدوية. نزلت سريعا وحاولت الدخول إلى ميدان رابعة العدوية، وقابلت العديد ممن أصبحوا شهداء بعد ذلك. يعني كانت محاولة الدخول صعبة للغاية، لأن القناصة تمركزوا على رؤوس المباني وكانوا يقومون بالضرب العشوائي، حرائق هائلة، كان الدخان متصاعدا في كل مكان، كانت الغازات المسيلة للدموع ليست غازات عادية، لا يمكن أن تستنشقها، وأيضا هي تقوم بحرق الجلد وإزالة الدموع. يعني كان من يدخل هناك كأنه داخل إلى الموت. الرصاص كان منتشرا بشكل كبير جدا، ورصاص عشوائي وكثير، مثل المطر، رصاص مثل المطر فعليا. ونرى الشهداء يتساقطون في كل مكان، أعدادها إلى كان ميدان رابعة العدوية ممتلئا بالنساء وبالأطفال الصغار وأيضا بالرضع، لأنه الموجودون داخل ميدان رابعة العدوية لم يتخيلوا، المصريون جميعا لم يتخيلوا أن يقوم السيسي باستخدام هذا الكم من العنف ومن استخدام الرصاص الحي بالفعل اتجاه المواطنين. نحن لم نتوقع في يوم من الأيام أن تشهد مصر مثل هذه المجازر التي لم تمر في عهدها تماما. يعني مصر معروفة أنها قد تكون دولة عسكرية، ولكن لا يحدث فيها هذا الكم من إهدار الدماء بهذا الشكل الوحشي. لذلك الأهالي لم يكن لديهم توقع بأن تحدث مثل هذه المجزرة، فكانت الحياة طبيعية، كان النساء والأطفال موجودون، الخيام منشأة، ولكن في ذلك اليوم كان يعني منذ الفجر وحتى المساء كان استمرار لإطلاق الرصاص، لم يتوقف لحظة واحدة، لم تتوقف المدرعات ولا الطائرات ولا القصف من على المباني من مواجهة المعتصمين السلميين الذين لم يفعلوا شيئا. كل ما كان يحاول القيام به هو حماية أنفسهم، هو أكثر ما كانوا بإمكانهم أن يفعلوه هو أن يلقوا الحجارة في محاولة فقط لإصابة من يقوم بقتلهم. يعني دفاع سلمي، لم يكن هناك شيء. كان دخلت إلى المستشفى الميدانية في الصباح، طبعا تحولت القاعات الإعلامية التي كان يقوم من خلالها بث الأخبار إلى ساحات للشهداء، مستشفيات ميدانية وغيرها، امتلأت في لحظات فقط، امتلأت بالشهداء وامتلأت برائحة الدم وانقطعت الكهرباء، وأصبح الوضع غير عادي في داخل المستشفيات، كنا نرى الموت في كل لحظة. وكان يأتي إلينا شهداء نقوم بتوثيقهم، ولكن لا نستطيع أن نتواصل مع المنظمات التي كنا نعمل معها أو مع الإعلام الأجنبي لإعلامهم بما يحدث بالفعل داخل السجون. كانت الإصابات التي نجدها إصابات كلها مميتة، إصابات قاتلة، إصابات في الرأس، في الرقبة، في القلب، في الفخذ، إصابات كلها مميتة، ومنهم أطفال أيضا تم قتلهم. كنا نرى الأهالي الذين لا يستطيعون فعل شيء عندما يتلقوا جثث أبنائهم. يعني مامة الشهيد عمر الديب عندما تلقت جثته كانت تبكي بشكل كبير، ونحن ليس في أيدينا شيء لنفعل. دكتور محمد البلتاجي عندما ماتت أسماء، لم نعلم
هل نعزيه أم هل نبارك له؟ الوضع الإنساني كان صعبا للغاية، ولكن كلنا كنا نعلم أننا لن نخرج من هنا أحياء. كانت بالفعل مجزرة الهدف منها القضاء على كل من داخل الميادين، ولم تكن فقط في رابعة والنهضة، بل كانت على مستوى جمهورية مصر العربية كلها في كل الميادين، في ميدان مصطفى محمود وفي المدن المختلفة والقرى. الناس كلهم كانوا في الشوارع بسبب الإجراءات الظالمة والقتل الممنهج الذي كانت تقوم به السلطات المصرية والذي لم تشهده مصر من قبل. بالطبع كان هناك الكثير من المصابين الذين لم نستطع أن نأخذهم معنا، وللأسف تركناهم، وتم حرق تلك الجثث. تم أيضا استخدام البلدوزرات في جرف الجثث، ولا نعلم أين هم، ولا نعلم هل من المصابين من هم مختفين قسريا ولا زالوا على قيد الحياة، أم أن الجميع قد قتل. هناك أعداد ضخمة من المفقودين في مصر حتى هذه اللحظة. وأيضا في ذلك اليوم تم اعتقال عدد ضخم جدا من النساء والأطفال وكذلك الرجال. يعني كان يؤخذ الموجودون داخل الميدان بالجملة إلى سيارات الشرطة والجيش ويؤخذون إلى أماكن لا نعلم عنها شيئا، ثم بعد ذلك بدأوا يظهرون داخل محاكمات، طبعا محاكمات غير عادلة بشكل تام، محاكمات عسكرية ومحاكمات في دوائر الاستثناء، ومحاكمات أدت إلى إعدام ما يقرب من 60 شخصا. قد تم تنفيذ الإعدام بالفعل في حقهم، وهم أبرياء، وهم قد تحدثوا أمام الإعلام وأمام القضاء وقالوا أنهم اضطروا للاعتراف نتيجة للتعذيب الذي لم يتحملوا، ولكن النيابة والقضاء لم يهتم لما قالوا، وإنما قام بتنفيذ الإعدام وهو يعلم بشكل كامل أنهم أبرياء من تلك الجريمة. تم اعتقال نساء كبيرات في السن، وتم تعذيب الكثير من النساء لدرجة أن إحدى من تم تعرضها للتعذيب أصيبت بالشلل الكامل نتيجة للتعذيب، وأيضا كان يتم حرق السجائر في أجسادهم وتعذيبهم بالكهرباء، ويعني حالات غير إنسانية بالمرة لم تعيشها مصر من قبل. أيضا تم حبس القصر والأطفال في أماكن غير قانونية في سجون مع البالغين، وتمت محاكمتهم. يعني الأطفال الذين دخلوا في السجون هم الآن رجال كبار، عدت حتى الآن 7 سنوات، خلال تلك السنوات أصبح الأطفال رجالا وضاعت حياتهم. الكثير السجون مليئة بالشباب الذين تم تدمير مستقبلهم، فهم لا يسمح لهم حتى بتأدية امتحاناتهم، ويتم إذلالهم نفسيا وتعرضهم للتعذيب من أجل إذلالهم وكسرهم. حتى عند خروجهم لا يصبحوا أشخاص طبيعيين يمكنهم أن يمارسوا الحياة العادية، فهم أشخاص منتهون بشكل كبير، وهذا ما يهدف إليه السلطات المصرية. لم يكن الاستهداف خاص فقط بأفراد جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة معارضة داخل الحكومة المصرية، وإنما أصبح كل من يتكلم عن الحقوق والحريات هو عدو للسلطات المصرية، وتنقلب عليه السلطات المصرية وتقوم بحبسه وحرمانه من كافة حقوقه. حتى الآن داخل السجون يوجد أكثر من 150 معتقلة من النساء، من الصحفيات، من الحقوقيات، من الطالبات العاديات وغيرهن، موجودون بدون أي ذنب، فقط موجودون داخل السجون المصرية حتى يقرر ماذا سيحدث بشأنهم. ومنهم من تعرضوا إلى أن يعيشوا حالة وفاة والدهم داخل السجون، وأن لا يقوموا بزيارتهم. فعندنا إسراء خالد كانت معتقلة في نفس الوقت الذي كان فيه أبوها معتقلا، وتوفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي، ولم تستطع أن تحضر جنازته ولم تستطع أن تودعه. وكذلك أيضا كانت سناء سيف داخل السجن عندما توفى والدها. الكثير من حالات الوفاة والحالات الإنسانية تتم في ظل
في ظل فرض ظروف غير إنسانية من قبل السلطات على المواطنين المصريين. الآن يمكننا أن نقول أن مصر لا يمكن أن تتوفر فيها أي حياة طبيعية لأي أحد، يعني حتى المواطنين العاديين الموجودون في مصر والذين لم يعترضوا على إجراءات السيسي وغيره لا يمكنهم أن يحيوا بحياة كريمة، فهم لا يجدون حتى قوت يومهم ويحرمون من كافة حقوقهم، التعليم أو التهجير أو مثلا سيناء هي قضية منفصلة، قضية كبيرة جدا لا يمكن أن نتكلم عنها فقط في خلال دقائق. فهؤلاء يعني يمكن أن نقول أنه تتم ضدهم جرائم حرب، يهجرون من بيوتهم، تقصف منازلهم بما فيها من أطفال رضع وكذلك النساء، حياة وحشية يعيشونها. يعني أنا لا أتوقع أو لا أفهم كيف يقوم المجتمع الغربي بمجرد استقبال مثل هذا السفاح الذي يقوم بقتل شعبه بهذه الطريقة. لا يمكن أن أفهم كيف تكون مصر عضوة في الأمم المتحدة وهي ترتكب كل تلك الجرائم. الوضع في مصر غير إنساني ووضع بشع للغاية، ولا يمكن أن نقول بأن مصر دولة ديمقراطية، ولا يمكن أن نقبل إلا بأن يتم تغيير هذا النظام. لذلك نحن هنا نقوم بحملاتنا وبمحاولة إيصال رأي، إيصال أصوات المعتقلين وأصوات كل من انتهكت حقوقه، سواء من الشهداء الذين لا يمكنهم أن يتحدثوا لأنفسهم، وإنما نحن نحاول أن نتحدث لهم، نحاول أن نقاضي مرتكبي هذه الجرائم، ونحن لن نتوقف عن دورنا هذا حتى نموت.